هنروح بقى لأبرز مقال، وهو كان مقال الكاتب الصحفي عاطف عبد العزيز مدير تحرير مجلة أكتوبر، وتناول فيه القمة العربية للحكومات التي اختتمت عملها في دبي هذا الأسبوع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 150 دولة. والحقيقة كان يعني القمة دي كانت مهمة جدا، واتعرض فيها الحقيقة يعني رئيس السيسي اتكلم فيها بشكل كبير جدا. هناخد معنا الكاتب الصحفي عاطف عبد العزيز مدير تحرير مجلة أكتوبر. عاطف عبد الغني يا فندم. استاذ عاطف ازاي حضرتك؟ عاطف عبد الغني ازاي حضرتك يا باشا؟ اهلا يا فندم. اهلا، الله يخليك. يعني حضرتك المقال بتاعك من المقالات المهمة جدا اللي استعرضناها معنا في برنامج الصحافة في اسبوع، فقول لي يعني اهم ما لاحظته في هذه القمة، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان اتكلم فيها عن أشياء مهمة جدا، واتكلم فيها عن التحديات اللي واجهت الدولة المصرية وكيف تم دعم الدولة المصرية من 2011 حتى الآن من الأشقاء العرب. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أولا بالفعل هي قمة مهمة جدا بتجمع هذا الزخم من الشخصيات العالمية، الرؤساء وقادة الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بتطوير الأداء الحكومي والدخول بقوة في عصر التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكل هذه المسميات اللي احنا يعني دلوقتي بنسمع عنها كثير جدا في الإعلام، يمكن احنا يعني او الكثرة الكثيرة من المواطنين المصريين ما بيقفوش عندها، لكن احنا بنحاول على قد ما نقدر في الاعلام نبسطها ونوصلها للناس. ومن هنا انا يعني بدات او فكرت ان انا اكتب هذه المقاله اللي بتشرح وتوضح يعني ايه قمه عالميه للحكومات، ما اهميه هذه القمه، توقيت انعقادها في الامارات. خلينا نبدا من حيث يعني مكان انعقادها اللي هو دوله الامارات العربيه الشقيقه، اللي هي يعني دي الدورة العاشرة لهذه القمة، معنى كده انها بقى لها 10 سنوات بتنعقد. الامارات قدمت للمنطقة زي ما انا قلت في المقال ومنطقة الشرق الاوسط وللعالم كله نموذج جيد جدا في تطوير الاداء الحكومي للوصول بالشعب الاماراتي الى الرفاهية، ولدرجة ان بقى عندهم وزارة اسمها وزارة السعادة، يعني وزارة يعني انتقلنا من توفير الرفاهية والحياة الجميلة للمواطنين إلى أن احنا نراقب سعادتهم أيضا، ويعني نعمل على أنهم يعيشوا سعداء في هذه المنطقة اللي أصبحت يعني المنطقة اللي أنا بتكلم على منطقة الخليج والإمارات، دولة الإمارات بالتحديد، يعني من أفخم وأحسن وأعظم المناطق على مستوى العالم اللي بيعيش ممكن تعيش فيها وممكن تستمتع بجودة الحياة. من هنا هذه الـ القمة اللي رفعت شعار استشراف. ايوه اكمل حضرتك. اتفضل يا استاذ عاطف انا بسمعك. يعني هذه القمة اللي رفعت شعار استشراف حكومات المستقبل هي بالفعل بتحاول يعني تناقش كيف تدخل حكومات العالم او حكومات المستقبل اللي هو القرن 21 فيما فيه يعني من هذه الثورة المعلوماتية اللي هي أصبحنا فعلا قرية كونية واحدة، وأصبح الجميع لابد أن عشان نعرف نتواصل مع بعض لابد أن نكون على مستوى واحد من المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة. مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي كان ضيوف شرف على هذه القمة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التجربة المصرية، ليس فقط يعني قدم تجربة مصرية، لكن توقفت أيضا أنا في مقالي توقفت أمام أن السيد الرئيس ما بيفوتش الفرصة أنه يحاول يستثمرها في جذب مزيد من الاستثمارات لمصر وتقديم التجربة المصرية للمستثمرين. كمان اتكلم يا أستاذ عاطف على التحديات اللي واجهت الدولة المصرية وأهمية الإنفاق في جميع القطاعات زي الكهرباء وغيرها، وأشاد بدور الأشقاء في موقفهم المشرفة الحقيقة من 2011 حتى الآن. بالضبط زي ما حضرتك بتقول كده، ويعني وأكثر من ذلك أنا قلت يمكن هذه المعلومات برضو يعني خليني أركز شوية على أنا قلت في المقالة، أنا قلت إن هذه المعلومات متاحة وموجودة ويعني كلنا الإعلام تناولها. أنا بقول ما وراء هذا بقى يعني أو الدلالات هذا إن فعلا مصر خلال السنوات
اللي تولى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى اليوم، هو يعني بيجري زي ما بيقولوا كده، بيجري بالمشوار عشان يعوض ما فاتنا او ما فات الدوله المصريه من سنوات كان فيها خمول في الاداره وكان فيها خمول في التنميه، علاوه على الماء يعني الخسائر اللي حصلت خلال من 2011 لغايه 2014 او لغايه استتباب الامن بشكل كبير، لان احنا في الاول في البدايه اشتغلنا او الدوله المصريه اشتغلت على يعني الوصول للاستقرار والهدوء واستتباب الامن، ثم يعني انطلقنا في ذات الوقت في مشروع تنموي هائل جدا عايزين نخش القرن الواحد والعشرين اللي اتاخرنا في الدخول فيه عن طريق عمل بنيه تكنولوجيه تحتيه، والاستثمار الان ليس في البنيه التقليديه او البنى التقليديه التحتيه، ولكن الاستثمار في البنى التكنولوجيه وفي البشر ايضا. انت لديك يعني دلوقتي يعني خلينا بس نقول يعني انا برضو اشرت في تجربتي او في مقالتي لتجربه التعليم وازاي مصر كانت طامحه فعلا في هذه التجربه الاولى، انها يعني مش هقول توقفت لكنها تعثرت قليلا مع العقول التقليديه اللي مش عايزه هي عايزه مجرد ان ولادها ينجحوا باي طريقه ويجتازوا عقبه زي عقبه الثانويه العامه، ما بيهمهمش مسائل التعلم، ما بيهمهمش ازاي دول ممكن يخشوا سوق الانتاج بعد كده غير مؤهلين، ما بيهمهمش قصه التنميه بقدر ما يهمهم انهم يعدوا الحقيقه استاذ عاطف. هو كان مقال مهم جدا الكاتب الصحفي عاطف عبد الغني مدير تحرير مجله اكتوبر، بشكرك جدا على المداخله معنا.